المدافع طبعا سجل لليفانتي ومدافع برشلونه بيكي اللي يجلس على قائمه البدلاء سجل. هنا نيمار والكره ممكن جول جول جول. يظهر نيمار في مدينه فالنسيا ويسجل ثالث أهداف في الليغا. الكرة اللي يتقدم ويخرج حارس المرمى خيزوس، يستفيد نيمار من خروج مرمى حارس المرمى وسجل الهدف الأول يعني عند الدقيقة 33. يعني الهدف ربما يكون متأخر لبرشلونة، لكن لاحظ الصناعة أرجنتينية وخرج حارس المرمى خروج غير موفق لخيزوس. شوف 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 يصنع الآن أمامك ميسي الكرة البينية وخروج خيزوس نيفاس. لا هو اللي صاد الكرة ولا هو اللي أوقف نيمار، المرمى أصبح فاضي أمامه والبرازيلي يأتيك الآن ويسجل هدفه الشخصي الثالث لبرشلونة، الهدف الأول في هذه لاعب الريال. فرصة أخرى لبرشلونة تحولت ولكنها أيضا مقطوعة. تأتي يا الله قذيفة قوية من راكيتيتش يسجل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. ميسي يوم ما سدد ضربة الجزاء كانت قوية ولكنها بعيدة، لكن يأتيك الآن الكرواتي ويعمل قذيفة قوية في شباك خيزوس وبرشلونة هنا يتقدم بالهدف الثاني. هدف جميل للاعب اللي تكلفته 24 مليون دولار. لاحظ يوم ما تهيأت إلى راكيتيتش قذيفة قوية، هدف رائع لراكيتيتش وراكيتيتش هنا يسجل الهدف الثاني. صارت 2-0 وقذيفة قوية. يعني شوف حارس المرمى حاول ولكن الكرة وين؟ الكرة قوية جدا من راكيتيتش ميسي. يمكن الثالث للاعب البديل ساندرو. إذا يسجل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة. أيضا ميسي حاضر في كل شيء، في ضربة الجزاء، في هدف نيمار، بالكرة اللي هيأها الآن، ويأتي بالتالي الهدف الثالث. لاحظ كل اللاعبين ومدافعي فريق ليفانت ذهبوا إلى ميسي، لكن ميسي خدع الجميع وحول الكرة بهذا الشكل الجميل. وساندرو إذا المهاجم الشاب الجديد اللي سجل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة. إذا ساندرو هو البديل يوم الأربعاء القادم ملقى برشلونة في دوري الأبطال، مباراة مرتقبة. وهنا الهدف الرابع لبرشلونة. بيدرو إذا يسجل الهدف الرابع لمصلحة برشلونة. يعني هي كانت 3 صارت 4 وبيدرو بالتالي يسجل هدفه الشخصي الأول في الليغا. لاحظ مرة أخرى برشلونة هدفين في الشوط الأول والآن الهدف الرابع هنا في الشوط الثاني. الكرة تهيأ بهذا الشكل، لاعب ممتاز الكرة اللي تحول وجوردي ألبا ينطلق ولمسات جميلة ورائعة يعملها البرشا في هذه اللقطة. واللاعب ساندرو يقدم نفسه بشكل ممتاز، كعب ممتاز الحقيقة، خذوهات مع جوردي ألبا في الأخير. لاحظ النظرات اللي أتت من جوردي ألبا إلى بيدرو وبيدرو يسجل الهدف الرابع. ابتسامة عشاق الفريق الكتالوني يعني مبسوطين جدا، ربما حتى هنا في الهدف الخامس، لكن الكرة على مرحلتين سيطر عليها حارس المرمى خيزوس. برشلونة في المباراة الأولى على إلتشي 3-0 ولدينا الهدف نعم الخامس ولدينا الهدف الخامس. أخيرا يظهر ميسي
أخيرا يظهر ميسي ويسجل الهدف الخامس. شوف هو ميسي ما يبي هالهدايا. خيزوس يقدم هدية لميسي، وهذا لاعب ما يلاعب على الإطلاق، هو يصنع الفرص. شلون تحطيه بهذا الشكل خيزوس؟ وخطأ آخر فادح في هذه المباراة تلاعب فيه بعد ذلك. انت شلون يعني تفكر بهذا الشكل؟ خيزوس يهيئها إلى ميسي، تلاعب فيهم كلهم وحط الكرة عالية بعيدة عنهم كلهم، وعانقت الشباك، وكان الهدف الخامس لمصلحة